السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله وصفه جديده بالبطاطا والجبن اللي كتجي روعه. فبالنسبه للمكونات عندنا بطاطا، جبن احمر غادي ناخذ منه كميه، وعندي واحد البيضه. طبيعه الحال قبل ما نبدا معكم الفيديو ما تنسونيش من جيم وتبارطاجيو الفيديو وتخليوا لي تعليق اسفل هذا الفيديو هذا باش تشجعوني على العطاء وعلى المزيد، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للبطاطا فغادي ناخذها غادي نغسلها جيدا وكنزول لها القشر ديالها، وغادي نقطعها الى مربعات. ودائما نختاروا نوعيه جيده من البطاطا. فهنا بعد ما نقيتها وغسلتها مزيان فكنقطعها الى مربعات، ثم غادي نجيب واحد الطنجره غادي نوضع فيها البطاطا. كنضيف ليها فص من الثوم، شويه ديال الملحه، وكنضيف الماء اللي كتسلق فيه هاد البطاطا حتى كينشف ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. من بعد كناخذ هنا غادي ناخذ كميه من الجبن على ما تسلق البطاطا، فغادي ناخذ واحد الكميه من الجبن ماشي بزاف، فهاد الوصفه ما كتحتاجش لينا بزاف ديال الجبن او كميه كبيره. فكنقوم بالبشر ديالها في المبشره الغليظه. بعد ما تسلقات البطاطا كيف ما كتشوفوا راه هي نشفات من الماء، كنوضعها في اناء وهي ساخنه. فدائما البطاطا نمعكوها وهي ساخنه باش كتكون رطبه وكتعجن لنا بسهوله. فكنمعكو البطاطا مزيان حتى كنحصلوا على بيوري. ثم كنضيف لها شويه ديال الملحه، غير شي شويه لانني سلقتها بالملح، شويه ديال الملح، رشه من الفلفل الاسود او الابزار، ورشه من الفلفله السودانيه او الفلفله الحاره او الشونيه، كل واحد كيفاش كيسميها. ثم غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر يابس تقريبا واحد نص معلقه، وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون باش ما كتجيناش البطاطا يابسه. بالنسبه لهاد الوصفه هادي غادي ندخلوها للفرن. فكيبقى لكم الاختيار، بغيتو تدخلوها للفرن بغيتو تقليوها في الزيت، كيبقى لكم الاختيار. المهم هي الفكره. طبيعه الحال الناس كيتابعوا حمية ممكن يوضعوها غير في الفرن احسن، واللي تيبغي يقلي راه يديرها في الزيت ويقليها وصافي. هنا بعد ما عجنت البطاطا جيدا كناخذ منها كويرات، كنفتحها من الوسط، وغادي نوضع فيها كميه من الجبن الاحمر، وتنسد عليها البطاطا هكا على هذا الشكل باش كيبقى الجبن في الوسط. وتنحطوها كنبسطوها شويه تنحطها، وبنفس الطريقه غادي نشكل الكميه اللي عندي كامله ديال البطاطا. بالنسبه للفرن فانا شعلته على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت حتى كيكون سخون مزيان، كنسخنه جيدا. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل ونرجع معكم باش نكملوا الوصفه ديالنا.
هنا بعد ما كملت كناخد واحد البيضه، تنضيف ليها واحد رشه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وغادي نضيف ليها شويه ديال الفلفله السودانيه او الشونيه، الفلفله الحاره، وهذه اختياريه فهي كتعطي مذاق، انا كتعجبني في الطياب كتعطي واحد المذاق زوين. كنطرب مزيان وغادي نجيب واحد الكميه من لاشابلور او الخبز المحمص، كنوضع الاقراص ديال البطاطا في البيض، من بعد غادي نوضعو في لاشابلور، تنرشها مزيان بلا شابلوغ هكا تنلبسها على هاد الشكل، وكنحطها في واحد ورق الخبز اللي فرشتو لواحد الشبكه اللي كتدخل الفرن. وغادي نستمر حتى غادي نشكل هاد الاقراص كاملين في البيض مع لا شابلوغ، كنزول هكا الفائض ديال لاشابلوغ فهاد البطاطا بهاد الطريقه هادي كتجي واعره، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وتنال اعجابكم واعجاب وليداتكم بطبيعه الحال. مره اخرى الا كنتو كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش ديروا ليا جيم لا فيديو وتخليوا ليا تعليق، وكذلك ما تنساوش بارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش يعم الفائده. انا بعد ما كملت البطاطا فغادي نرشها بشويه ديال الزيت نباتيه، يعني بحال كدهنوها تقدروا تاخذوا واحد الشيته ودهنوا ليها الوجه ديالها بزيت نباتيه، وكذلك الورق اللي فرشنا حتى هو يتدهن بشويه الزيت باش كيعطيهم واحد القرمشه، لان كنطيبوهم غير في الفرن ولان ما فيهمش الزيت، غادي ندخلهم يطيبوا ونرجع معكم. بعد ما مرات 15 دقيقه خرجت الاقراص ديالي من الفرن، كيجيو على هذا الشكل هذا محمرين وزوينين، وكما كتشوفوا معايا والجبن راه سائح في الوسط، فهذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا معايا. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. مره اخرى الى عجبكم ما تنساوش خليو ليا لايك، ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما بقى لي الا نخليكم مع الصور ونقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.